النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يجيب عمرو بن العاص لما سأله قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم عائشة. وقال صلى الله عليه وسلم لابنته الصالحة التقية الطاهرة فاطمة رضي الله تعالى عنها قال لها أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ قالت بلى. قال فأحبي هذه، وأشار إلى حبه عائشة رضي الله عنها. إنها عائشة، إنها أم المؤمنين، عائشة بنت أبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يدللها ويناديها باسمها مرخما ويقول يا عائش. ومن فرط حبه لها كان يضع فاه عليه الصلاة والسلام على موضع فيها من الإناء ويشرب من الإناء بعدها. لما اشتد عليه نزع روحه الطاهرة الشريفة، لما اشتد عليه ذلك ووجد صلى الله عليه وسلم الموتى، جعلت عائشة ترفع رأسه وكتفيه عليه الصلاة والسلام حتى اتكأ برأسه صلى الله عليه وسلم على صدرها، فصار أعلى رأسه يضرب في ذقنها وأسفل وجهه المبارك هو في نصف صدرها، حتى مات صلى الله عليه وسلم وهو على مثل هذا الحال. ولقد اجتهدت شرذمة الروافض بسب وتكفير المرأة التي شهد الله تعالى بعفتها ونزل القرآن ببراءتها الطيبة مبرأة من فوق سبع سماوات. لقد امتلأ قلب هذا الأحمق بالحقد والضغينة فأظهر الأمراض الدفينة، فكفر أم المؤمنين وحبيبة سيد المرسلين، وأخذ يشير بيده الآثمة مقسما ويقول بالحرف الواحد إني أريد أن أثبت أن عائشة بنت أبي بكر اليوم في النار، بل هي في قعر جهنم وهي معلقة اليوم بقدميها في النار تأكل الجيفة وتأكل من جسدها. ثم راح يتنقص زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقع في عرضها، فقاتل الله تعالى الروافض ما أقبح ألسنتهم وما أنتن كلامهم. فهل يصدق بالله عليكم، هل يصدق اليوم في محبة النبي عليه الصلاة والسلام من يبغض حبيبته ويسبها ويلعنها؟ هل يصدق أيها المسلمون في محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من يلعن زوج النبي صلى الله عليه وسلم ويحتفل بوفاتها؟ بالله عليكم يا عقلاء، كيف يدعي الرافضة محبة النبي عليه الصلاة والسلام وأحمقهم المطاع في لندن يحتفل بوفاة عائشة؟ أين رئيس حزب الله الذي ثار للسستان وجعجع وغلا؟ أين بياناته؟ أين خطبه؟ أين زعيقه؟ أين انتصاره لأم المؤمنين؟ أين غيرته لعرض سيد المرسلين؟ بل أين العلمانيون من قومنا الذين صاحوا وكتبوا ناصرين للسستان محذرين من الفتن الطائفية؟ أين كتاباتهم اليوم في الانتصار لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم أن مقام السستان عند هؤلاء جميعا أرفع من مقام أم المؤمنين رضي الله عنها؟ هل عرض السستاني أعف من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما قذفت وهو حي رقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، قال من يعذرني، من يعذرني من رجل بلغني أذاه حتى في أهل بيتي.